مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم في هذا النقل المباشر هنا من مدينة الخميسات وبالضبط بملعب 18 نوفمبر لنتابع المباراة المهمة التي تجمع بعض لحظات فريق حسنية أكادير والذي يستقبل هنا فريق المغرب التطواني. سنعطيكم التشكيل المبتدئ بالفريق الضيف، فريق المغرب التطواني الذي يدخل بالتشكيله الاتي: هناك مراد ازم في اخر التسخينات، يوسف الترابي يغيب ويعوض عبد الواحد الشخصي، محمد المخاصي، مهدي بالعروسي، عبد الله سيسوكو، حمزه الموساوي، ايوب الورديغي، يوسف بوشتا، عادل الحسناوي، توني ادي جماير، وعدنان وردي. هذه التشكيله الاساسيه. التشكيله الاحتياط: هناك محمد سعيد المايز، عبد الواحد. فريق حسنيه كادير يدخل بالتشكيله الاتي: في حراسه المرمى الحواصلي عبد الرحمن، بقية اللاعبين هناك رامي ياسين، بوفتيني سفيان، عبد الكريم بعدي، بكاري مالك، كريم ايت محمد، عماد الكيماوي، يوسف الفحلي، ملك سيسي، ايوب الملوكي، كريم البركاوي. اذا كانت هذه التشكيلة الاساسية. في حين التشكيلة الاحتياطي هناك فهد الحمادي، عبد الحفيظ ذركي، عبد العالي الخنبوبي، السعد، يوسف بوشتا. سنتابع الان يوسف بوشتا ومحاولة ضربة راسية خطيرة جدا، خطيرة جدا هذه المحاولة، خطيرة جدا. وسيسوكو كان قريب من مباغتة الحارس عبد الرحمن الحواصي. نتابع كل لاعبي فريق المغرب التطواني بدون استثناء كلهم متراجعين للوراء. 22 دقيقة من عمر هذه الجولة الأولى. كرة عالية ولكن بعد تعود مرة أخرى التسديد، بعد التسديد لصالح فريق الحسنية. إذا نتابع حسنية كادير، كرة عالية ولكن تدخل جيد الحارس، لكن الرمي لم يتمكن من هذا الكرة. فهذه المحاولة الأخيرة نفذت بشكل جيد من بكاري ماني، كانت صعوبة من اللاعب من حارس مراد إزم. كرة عالية في وسط الميدان ومحاولة خطيرة جدا. سنتابع محاولة نوعا ما قوية في رأس اللاعب الوردي الذي سيكمل المواجهة. بالعروسي، باتجاه الوردي، تسجيل وعليا ولكن تدخل سيد. وتعود مرة أخرى ياسين رامي، سيسوكو يرفع كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا، أبرز محاولة حقيقية للتسجيل، أبرز محاولة حقيقية. محاولة لصالح فريق توني أومايوري، فريق المغرب التطواني. توني أومايوري، خطيرة جدا والهدف، خطيرة جدا والهدف، والهدف لصالح فريق المغرب التطواني. قلت بأنها محاولة خطيرة جدا، محاولة خطيرة جدا، محاولة خطيرة جدا لفريق المغرب التطواني. توني أومايوري نفذها بدقة عالية. كريم البركوي هاشم الان، كريم بعدي يرفع الكرة و
نتابع الان هذه الركنيه. كره عاليه خطيره جدا ويسيره من يسجل هدف التعادل. ياسين الرامي يسجل هدف التعادل. يسجل هدف التعادل. قلت بانه لا شيء حسم. لا شيء حسم. المواجهه الان سندخل في الوقت البدل الضائع المحدد في 3 دقائق. كرة عالية خطيرة جدا. خطيرة جدا. وأيوب لك حل. أيوب لك حل. خطيرة جدا. سنتوكا والحواسي يتدخل. خطيرة جدا. خطيرة جدا هذه المحاولة لفريق المغرب التطواني بالتعادل الايجابي. هدف لم يكن بين الطرفين الغالب والمغلوب، ولكن يمكن اقول بانها مباراه مقبوله للطرفين. اذا مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه، اتمنى نلقاكم خلال منافسات قادمه ان شاء الله. استودعكم الله.